السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح جديد من قناة تايجر ويب. النهاردة جاب لكم موقع ربحي ممتاز جدا، وهو مش هتشتغل عليه، هو زي استئجار بوت للتداول على النت وبيجيب لك الربح زي الاستثمار لكن بشكل مختلف، والموقع ممتاز 100%. وهنشوف شرح الموقع دلوقتي مع بعض عشان ما نطولش في المقدمة. أتمنى لو أنت أول مرة تشوفني يا ريت اشتراك في القناة وفعل زر الجرس. هنروح على طول على شرح الموقع مباشرة. ده موقع النهاردة، ده موقع تداول، انت بتحط مبلغ بيعمل التداول بيه، والمبالغ هنا برضو بسيطة، في خطة مجانية هنشوفها دلوقتي مع بعضينا ومكسبها ممتاز. انت عايز تكبر مكسبك فبتعمل عملية ايداع للموقع، والايداع هنا ممكن يتم عن بعير، يعني ممكن انت تجمع روبل من اي مكان او بيتكوين وتعمل ايداع، مش لازم تعمل فلوس يدوي، يعني مش لازم تعمل شحن من باي بال او فودافون كاش، عادي اللي انت شايفه، يعني ممكن لو معاك رصيد على باير ينفع معاك في الموقع ده. طيب اول حاجة هنعملها ايه؟ هنيجي هنا عند استئجار بوت او سجل اي حاجة، تمام. احنا طبعا هنا مختارين اللغة العربية، يعني الموقع بالعربي، انت عايز تغير اللغة من هنا، فبندوس على التسجيل. هنا اسمك بالكامل، مثلا اسم محمد نور، نغير البريد، تمام. هنا كلمة السر بتاعتنا، كده كتبنا كلمة السر مرتين، وندوس انا لست برنامج روبوت، يعني الكابوتشة بتاعت البتاع وحلها اهوت، وبندوس انشاء حساب. هنا بقول لك مرحبا بك في يعني رسالة ترحيبية، وهنا بقول لك لوحة القيادة المهنية والمبسطة، انت بتختار ديت لان بيكون فيها تحكمات اعلى للموقع، فبندوس على الخانة اليمين وفتح معانا الموقع زي ما انتم شايفين. هنا برضو تعليمات، يعني استئجار البوت، بيقول لك مثلا على استئجار البوت فروع التحكم الخاصة وتحقق بوت، يعني البوت اللي بيعمل عمليات تداول مباشرة. نيجي هنا عند جملة استئجار البوت، او لوحة التجارة، عفوا لوحة التجارة، ندوس عليها هيجيب لنا الصفحة دي. هنا يا جماعة لو حد عايز يتواصل مع الدعم فبيكون من خلال الشات دوت على الدعم مباشرة، تمام. ودي ميزة كويسة في اي موقع لو عنده فاتح لك الشات مباشرة، هنا انت مش هتغرب في حاجة، كل عليك انك تبعت رسالة وهيجي لك الرد بالحل. دي الخطة المجانية اللي بكلمكم عليها. هنا بقول لك ازواج التجارة، يعني المكسب بتاعك وقوة الخطة، وهنا مدة الإيجار 30 يوم. هنا انت بتعمل أقل حاجة، الحد الأدنى للإيداع في الخطة المجانية دي 15 دولار، بتعمل 15 دولار فبتشتري الخطة وبتعمل إيداع ب15 دولار، وبيجي لك مكسبك بشكل أسبوعي أو يومي أو شهري، تمام. هنا انت ممكن الحد الاقصى للمبلغ اللي انت بتعمله في الخطة المجانية هو 250 دولار. الخطة التانية، ودي انا بفضلها برضو لاي واحد مثلا بتشتري الخطة ب10 دولار، والحد الادنى انك تعمل ايداع للخطة دي هو 45 دولار، والحد الاقصى 700 دولار، ودي مكسبة ممتاز جدا، والسعر مش مكمل، يعني كله على بعضه 55 دولار. طبعا الكلام ده يا جماعه للناس اللي فاهمه يعني ايه موقع تداول، انا مش بقول لك اعمل ايداع، انا بشرح الموقع، دوري ان انا اشرح الموقع وانت دورك تسال على الموقع وتشوف الموقع ده يستاهل وهيكسبك ولا لا. يعني لو مش واثق في كلامي ممكن ترجع للموقع لشروحات اجنبيه او شروحات عربيه، تمام. وفي ناس عملت ايداع في الموقع ده قصادي ولقيت فيه ربح فعلا، يعني الموقع مش نصاب. نيجي بقى على الخطة اللي بعديها اللي هي ب25 دولار، وبتحط فيها 100 دولار. لاحظوا يا جماعة ان كل ما بتزود في الخطة بتاعتك البوب بيبقى اسرع،
كل ما بتزود في مبلغ الايداع ربحك بيبقى اعلى، تمام. وكذلك بقى على الخطه التانيه اللي هي 45 دولار وحد اقصى 1000 دولار، بس دي خطه كبيره جدا يعني، مش حكايه انا ما بنصحش بيها، بس مش كويسه للمبتدئ. حتى لو كان معاه المبلغ في 1000 دولار يعني 16000 جنيه، هو حتى ممكن يخاف يحط مبلغ زي ده، تمام. فالناس ممكن تخليها في الخطتين الاولين المجانيه والخطه اللي سعرها 10 دولار، تمام. بيكون البوت هنا 60 يوم، والخطه اللي بعديه 90، والخطه دي برضو 60 يوم. يقول لي مثلا يفرق الايام ازاي، هنا 30 يوم، هنا 60، وهنا 90، ويرجع اغلى خطه 60، لان الخطه دي بتجمع لك فلوسك في خلال اقل من الشهر كمان، يعني ربحها اعلى والبوت سريع، تمام. انت بعد ما بتشتري البوت بتدوس على استئجار بوت، بتضغط وتوافق على الشروط هنا. بس طبعا لازم تحدد البوت بتاعك، ده البوت، سعر الايجار، هنا البوت المجاني، وانا بتحدد الوسيله اللي بتدفع بيها. هنا باير زي ما انتم شايفين، لو انت معاك باير ممكن تدفع عن طريق باير. فبتضغط مثلا وبتدوس استئجار بوت، والتأجير كمان يمكن على الميزات، تمام. هنا خلاص انت على الخطوة اللي بعديها، اللي انت هتعمل ايداع للموقع. بتدوس هنا وبتحدد السعر مثلا 15 دولار، وبيجي لك هنا الحد الأدنى للربح، الربح تمام اليومي. هنا ربحك اليومي، الحد الأقصى الربح اليومي. هنا بيجيب لك التفاصيل، المبلغ، تمام. هنا بقول لك الحد الأدنى ربح 2 دولار ونص هنا، وده الحد الأقصى 2 يعني الدخل على 3 دولار، وبيعيد تاني البوت نفسه كل فترة، تمام. احنا كده يعتبر خلصنا أهم جزء. الجزء التاني ازاي نعمل إيداع، في طريقتين. الطريقة اللي أنا قلت لكم عليها، لدوس تجار بوت وبيحولك بعد كده على المحفظة، أو بتيجي هنا عند لوحة القيادة، وعندك هنا في الخانة دي حالة المحفظة الحالية، المحفظة كلها هنا، مثلا البيتكوين واللايت كوين والداش وكل عملات، والبيتكوين كاش. يعني انت ممكن تعمل هنا سحب، وهنا اعادة تعبئة. التعبئة دي بتحط العملات بتاعتك في الموقع. انا متهيألي مفيش حاجة مهمة تاني هنا ممكن تعملها، يعني ممكن اشرحها هنا، غير مثلا ايه خانة محفظة النقود ديت. دي برضو هنا ممكن تعمل ايداع من هنا، او عن طريق محفظة النقود او استئجار البوت، تمام. كده خلصت الموقع دوت وشرحه للمتابعين. رابط الموقع سيبهولك اسفل الفيديو، وياريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تسيب لايك ورأيك في كومنت، واشوفكم في شرح جديد من قناة تايجر ويب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.